طبعا هو ميناء الحيمة. طبعا هذا التحرير من الحيمة جدا هام، هو يقع شمال الخوخة، وفعلا مثل ما تفضلت جنوب الحديدة شمال مدينة الخوخة. طبعا هذا استمرار للنجاحات الكبيرة التي تحققها المقاومة اليمنية بمختلف أطيافها بمساندة قوية من التحالف العربي ممثلة بإسناد القوات المسلحة لدولة الإمارات. نجاحات كبيرة، العدو حقيقة ينهار في الساحل الغربي، انهيارات تامة. يعني بالأمس سمعنا لمناطق عديدة ومديريات عديدة تحررت. اليوم ميناء الحيمة، ميناء الحيمة أهميته أن أولا كميناء وعلى الساحل الغربي يعتبر أهمية كبرى، لأن هذا الميناء كانت الميليشيات تستخدمه لتهريب الأسلحة، وبالتالي يفقدها ميزة استلام أو تهريب الأسلحة عبر هذا الميناء، فهو إنجاز كبير. والأهم في ذلك أن قوات العدو تنهار فعلا، تنهار كليا، وليس لديها أي شيء تقدمه، وليس لديها ما تستطيع إيقاف به تقدم المقاومة بالمساندة التي تلقاها من القوات المسلحة. انهيارات تامة، خسائر كبيرة في قوات العدو، ولا يستطيع إيقاف الهجوم الذي بدأ من أسابيع على الساحل الغربي وصولا بحول الله إلى الحديدة. طيب عميد، يعني كيف تقيمون الإنجازات على هذا الخط؟ يعني في الأيام السابقة تحدثنا عن كل ما تم إنجازه في على خط الجراح زبيد، اليوم نتحدث عن ميناء يعني الحيمة، يعني نتجه شمالا شيئا فشيئا على هذا الخط. يعني هل تقيمون بأن هذا التقدم تقدم سريع وفعال؟ يعني انا اقيم هذا الوضع. الميليشيات الانقلابيه طبعا يعني وضعت ذلك في الاعتبار، وهي حصنت هذه المواقع لمنع سقوطها بيد المقاومه، لكن مع قوه المقاومه، مع حقيقه النفس الجديد كما ذكرت بالامس، نفس جديد وقوه ورغبه حقيقيه لتحرير كل الساحل الغربي، لم يستطيعوا الصمود امامهم. الميليشيات تخسر كل شيء، هي محصن، المكان هذا محصن، يعني عديد الكثير من الالغام، الكثير من الموانع، لكن ذلك لم يمنع المقاومه من استمرار تقدمها، وهم ينهارون، اكد لك ينهارون كثيرا. يفترض ان هذه المناطق كانت محصنه وصعب الوصول، لكن امام رجال المقاومه، امام شراستهم، امام كفاءتهم، حقيقه لا يعني لم يستطيعوا ايقافهم، وهذا بحول الله يقرب المسافه الى ميناء الحديده. بالامس القريب ايضا، امس تحديدا، المناطق التي في غرب تعز تم تحريرها بشكل كامل، كانت محصنه بشكل غير طبيعي، لدرجه ان قوات العدو، وهذا يعتبر ياس، قوات العدو اذا او القوات لما تلجا لتدمير ذخيرتها بنفسها، هذا يعتبر في المفهوم العسكري شيء كبير، يعني انت كدست ذخائر كثيره وتقوم بتدميرها بنفسك، فهذا يعتبر في المفهوم العسكري هذه ضربه قويه جدا يعني، وما وصلوا لهذا الحال الا تحت شدة وبأس المقاومة اليمنية. نعم. وبحول الله الانهيارات قادمة والتقدم شمالا بحول الله. أشكرك جزيل الشكر العميد خلفان الكعبي، كنت معنا من أبوظبي، الخبير العسكري والاستراتيجي.